بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد سفير المملكة الإسبانية والصديق العزيز والصديق الكبير ومحب المغرب والمساهم في توطيد علاقات الصداقة والشراكة بين المملكتين، السيدة الكاتبة العامة لجمعية الصداقة المغربية الإسبانية، سيد ممثل عمدة غرناطة، وهي مناسبة لأجدد دعوة جماعة فاس للسيد عمدة لزيارة مدينة فاس ليراها عن قرب ولنتباحث عن قرب في علاقات بين المدينتين. فأجدد لكم الدعوة بصفتي الرسمية وأمام هذا الملايين الشهود حتى نوثقها التوثيق الرسمي. السيد رئيس جامعة القرويين، السيد رئيس جامعة القوم المتوسطية، وهي لا بد أن نتحدث عنها باعتبارها جامعة جديدة، يعني موطنها هو مدينة فاس، وهي ترمز لعمق العلاقات بين المغرب وبين الضفتي المتوسط. السيدات والسادة الحضور الكريم، سعيد جدا بالمشاركة في هذا الملتقى حول العلاقات والحوار بين الضفتي المتوسط، وكنت سعيدا أكثر بالزيارة التي شرفتني بها السيدة الرئيسة عزيزة بناني رئيسة الجمعية، ووفد كريم معها من أجل طرح فكرة عقد هذا الملتقى وكذلك إدماج جماعة من خلال دعم الجماعة لهذه المبادرة. فكنت يعني لا أحتاج لهذه الزيارة، يعني كنت من اليوم الأول منطلقا باعتبار أن مثل هذه اللقاءات، وهي مناسبة لنتمنى الشفاء العاجل للأستاذة عزيزة بناني، وأتمنى من السيدة الكاتبة العامة أن تبلغها تحياتنا وشكرنا الكبير على هذه المبادرة الناجحة، ونتمنى أن تستمر هذه المبادرة وأن تكون مع الأستاذة عزيزة بناني حاضرة المرة المقبلة. بطبيعة الحال مثل هذه المبادرات بالنسبة لجماعة فاس ولمدينة فاس هي مبادرة نوعية، باعتبار أن المدن والجماعات ليس لها دور أو اختصاص مباشر فيما يتعلق بالدبلوماسية وفيما يتعلق بتوطيد علاقات التعاون بين الدول، ولكن لها دور مهم باعتبار أنها تقرب بين الشعوب، وبالتالي فهي تساهم في رفع مستوى هذه العلاقات. وكما ذكر الصديق العزيز سعادة السفير، العلاقات المغربية الإسبانية هي علاقات متميزة على المستوى الاستراتيجي، على المستوى السياسي، وبطبيعة الحال على ما يتبع ذلك على المستوى الاقتصادي والمالي، وقد ذكر بالأرقام التي تدل على أن هذه العلاقات تتطور سنة بعد سنة، وهو كرر عدة مرات أن إسبانيا هي الشريك الأول، وأعرف لماذا يركز على هذه الكلمة، وهذا واقع باعتبار أن هذه العلاقات تطورت في السنين الأخيرة، وهناك علاقات تجاوزت الجانب التجاري المحض، مبادلة تجارية تطورت إلى علاقات استثمار متبادل بين المملكتين. بطبيعة الحال هذه العلاقات المتميزة يعني هي علاقات تكونت عبر التاريخ بالرغم من كل ما يعتلي كل العلاقات بين الدول وحتى بين الأسر والأشخاص، ولكن صلابة هذه العلاقات مبنية أساسا على الاحترام المتبادل، على المنافع الشرعية المتبادلة، وعلى عمق العلاقات في التاريخ. ولن أطيل كثيرا باعتبار أن الندوة ستتطرق إلى تاريخ العلاقات والحوار بين الضفتين، ولكن أريد أن أنبه إلى أمر
فقط في هذه العلاقات، أن الذي كان يربط بين فاس والمدن الإسبانية ومن بينها غرناطة هو انتقال العلماء بين الضفتين من فاس نحو الأندلس ومن الأندلس نحو فاس، انتقال العلماء في كل المجالات، في مجال العلوم الشرعية، الطب، الرياضيات، الكيمياء. وهذا دليل على أن الذي يصنع العلاقات المتميزة والذي يصنع الاحترام بالرغم من ما يعتري حقب التاريخ من مشاكل، الذي يصنعه هو العلم، والذي يهدد الأمن والاستقرار ويصنع التطرف ويصنع الانزواء هو الجهل وهو التعمق في الجهل. لذلك هذه الندوة بنظرها في هذا الجانب وبتركيزها على جانب انتقال وتنقل العلم سواء من حيث النشر أو الطلب، نشره أو طلبه بين الضفتين، هو اليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى بالنظر لما تعيشه الدول بين الضفتين، بالنظر لما تعيشه العلاقات بين الشعوب بين الضفتين، لأن العلم والعلم وحده، ومرة أخرى العلم بتعدد آفاقه، العلم بتعدد اختصاصاته، العلم بتعدد يعني المنتمين إليه، هو الذي وحده قادر على أن يعيد للبشرية جمعاء وللضفتين بالخصوص. وكانت دائما كان هذا الأبيض المتوسط كان دائما وعاء لتلاقي الحضارات ولتلاقح الحضارات. فالعلم وحده اليوم هو الذي سيصنع ويصنع الاحترام، يصنع الحضارات، يصنع السلم، ويصنع التعايش الذي نحن في أمس الحاجة إليه لكي نعيش في عالم آمن. وبطبيعة الحال المغرب له دور كبير باعتبار أنه كان دائما دولة تعيش بطريقتها الخاصة علاقاتها مع الدول الأخرى، تعيشها من منطق قوة، من منطق وعي، ومن منطق أنها كانت دائما تقدم نموذجا، ولا أدل على ذلك من تدبير الشأن الديني تحت إمارة وقيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي اليوم أصبح يمثل نموذجا للإسلام المتسامح، للإسلام المتعايش، للإسلام المنفتح، للإسلام القوي، الذي أصبح يعيش علاقات ويحيي علاقاته التاريخية شرقا وغربا ونحو جنوبا نحو القارة الإفريقية. فاليوم نحن في حاجة إلى مثل هذه العلاقات المبنية على القوة، على الثقة في الذات وعلى العلم، لكي مرة أخرى أعيد أن نعيش في مجتمع وفي مجتمع عالمي نحترم فيه بعضنا البعض، نحترم ثقافاتنا، نحترم هوياتنا، نحترم دياناتنا، ونمكن لشعوبنا من أن تعيش عصرها وتعيش هويتها بثقة وبأمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.